اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفصل. مدينه شرم الشيخ هتستضيف البطوله العربيه المفتوحه للروبوت، البطوله ال 13 طبعا سنه 2022 بالمدينه الرياضيه الشبابيه. البطوله من المقرر انه يتم تنظيمها من 1 يوليو لحد 4 يوليو، هتكون برعايه وزاره الشباب والرياضه ومكتبه الاسكندريه والاتحاد العربي للالعاب الالكترونيه. معانا عبر زوم المهندس ايمن الاباني نائب رئيس الجمعيه العربيه للروبوت، هنتعرف منه على كل التفاصيل. يا باشمهندس ايمن صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. يا اهلا بحضرتك. البطوله هي الاكبر في الوطن العربي في مجال الروبوت من 2008، عايزين نتكلم مع حضرتك عن طبيعه هذه البطوله وكيفيه المنافسه فيها. ان شاء الله مصر هتستضيف للمره الثالثه في تاريخها يعني البطوله العربيه الثالثه عشر للروبوت. البطوله العربيه اكبر حدث في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي على مستوى الوطن العربي. بقى لنا 13 سنه كجمعيه عربيه للروبوت منظمها، كل سنه بتتم تنظيمها في دوله عربيه مختلفه. مصر استضافتها مرتين قبل كده، في 2013 في مدينه الاسكندريه و2018 في مدينه شرم الشيخ، وان شاء الله الوطن العربي كله يشرفنا في 16 دوله عربيه من الوطن العربي هيشرفونا في مدينه شرم الشيخ يوم 1/7 باذن الله الشهر الجاي. طب بالنسبه هيضم، اتفضل يا فندم، اتفضل معاك. هيشارك فيها نحو 140 فريق من 16 دوله عربيه، تقريبا 1600 مشارك للمرحله العمريه ما بين 4 سنين لغايه اخر المرحله الجامعيه، وبتضم 9 مسابقات كلها بتكون في مجال الروبوت، وبيكون تقريبا حوالي 100 حكم من مختلف الدول العربيه. هو بيكون اكبر حدث على مستوى الذكاء الاصطناعي يعني في الوطن العربي كله. طيب يعني هل في توقيت ثابت للبطوله كل سنه بيتعمل فيه، ولا يعني ولا مواعيد مختلفه؟ هو البطوله المفروض تتعمل في شهر مارس من كل عام. وكان المفروض البطوله 13 دي مصر تستضيفها في مدينه الغردقه سنه 2020، ولكن تم الغائها عشان احداث عشان الكورونا، يعني جائحه كورونا قبلها ب 15 يوم بس، كانت يوم المفروض يوم 26 مارس دي. واحنا بننظمها بقالنا يعني 13 بطوله اللي فاتوا كان بيتم تنظيمهم في شهر مارس، السنه دي اجلناها برضو علشان كان الوقت ده مش مناسب في شهر مارس، ولسه الحمد لله ان شاء الله تتم على الخير باذن الله مره دي. ان شاء الله. طيب باشمهندس حضرتك بتقول انه 1600 مشارك من 16 دوله، ازاي بيتم اختيار المشاركين؟ بيتم تنظيم بطولات محليه في كل دوله، واحنا في مصر هنا كان بيتم تنظيم البطولات المحليه في مكتبه الاسكندريه وبتاهل الى البطوله العربيه. كل دوله عربيه من الدول دي بيكون عندها مسابقات محليه زي الدوري المحلي بتاعها، وبيأهل الى البطولات العربيه والبطولات العالميه. فبيتم ترشيحهم من الفائزين في المسابقات المحليه. طيب حضرتك اتكلمت عن السن بيبتدي من 4 سنين، هل في مشتركين السنه دي فعلا عندهم 4 سنين؟ مظبوط يا فندم، عندنا حوالي 5 فرق اعمارهم بادية من 4 سنين والمرحلة العمرية الأكبر اللي هي بتكون من سن 10 إلى 16 سنة، وفي بعض الفرق من الجامعات برضو، وفي جزء كبير عندنا من سن من 6 سنين إلى 10 سنوات بيلعبوا فئة الإكسبلور. والسنة دي الموضوع بتاع المسابقة اسمه كارجو كونكت، اللي هو ازاي نوصل البضائع من المناطق البعيدة الى المناطق المختلفة او المناطق الساخنة الى المناطق الباردة بسهولة وبسرعة اكتر، ونتغلب على العقبات في النقل، لان يعني هو في طفرة كبيرة دلوقتي في عملية المشتريات على الانترنت، والبضائع ازاي بتتنقل من مدينه لمدينه او من دوله لدوله، فكلها حلول مبتكره لكيفيه نقل البضائع. هي. والروبوتات هتبتدي تنفذ الافكار او المشاريع اللي طلبها عندنا. عظيم. على اي اساس يا فندم بيتم اختيار موضوع هذه المسابقه؟ هو ده الموضوع بيكون عالمي، كل سنه بيكون في موضوع مختلف على مستوى العالم كله، كل دول العالم بتشتغل فيه، 103 دوله بيكون نفس الموضوع ده عندها. السنه الجايه اللي هو هتبتدي ان شاء الله في شهر 8 اللي هو الموسم الجديد يعني بيتكلم على الطاقه ومصادر الطاقه المتجدده. الولاد برضو بيجيبوا مشاريع مبتكره، مش حاجات موجوده حقيقيه بيتكلموا يعني، مش لا يعني بيطوروا الموجود على ارض الواقع، او بيجيبوا افكار جديده مبتكره. عظيم. وبيتم حلها عن طريق الروبوت والذكاء الاصطناعي. انا بس اللي شاغل بالي يا فندم ان في طفل عنده 4 سنين بيدي حل مبتكر، ودي حاجه كويسه جدا. احنا
أكيد، وبيعملوا مجسم للكلام ده، وبيأدوا كمان بيعملوا برزنتيشن. الولاد اللي عندهم من 4 ل 6 سنين دول بيعملوا برزنتيشن على الحل بتاعهم، وممكن يكون في صورة مسرحية، وبيكونوا لابسين اللبس اللي هو بتاع الفريق العمل اللي هم كانوا بيدل على الموضوع بتاعهم. بيكون كل واحد واخد وظيفة معينة في الموضوع بتاع السنة. ادفانسد قوي او متقدم قوي الجيل ده من الاطفال الصغيرين، قادرين ان هم يعملوا حاجات بصراحه انا كنا فاكرينها سن اكبر شويه بيعرفها. يعني بشكل عام ازاي الجمعيه العربيه للروبوت تقدر تنمي بقى الجانب التكنولوجي اكتر عندهم؟ يعني هم ما شاء الله متقدمين في الاصل يعني، لكن ازاي بتنموها اكتر عندهم؟ احنا الهدف بتاعنا في الجامعه العربيه للروبوت هو نشر ثقافه الروبوت التعليمي على مستوى الوطن العربي كله، والمشاركه في وضع سياسات مع وزارات التربيه والتعليم في مناهج لجميع المراحل العمريه، ان هي يتم تدريسها في المدارس، وكمان في التعليم الموازي او خارج المدارس او بعد اليوم الدراسي للطلاب علشان ينموا ثقافه في دي. احنا بندرب مدربين، بنعمل مؤتمر العربي للروبوت، وبنجيب فيه احدث التكنولوجيا اللي موجوده في العالم كله، وبنجيب المتخصصين على مستوى العالم بيتكلموا مع المهتمين في هذا المجال على مستوى الوطن العربي. بنعمل دورات تدريبيه للمعلمين بصفه دوريه على مستوى الوطن العربي كله، وبنقدم استشارات وحلول لاي حد طالب ان هو يستفيد في هذا المجال، وبنرعى عدد من الطلاب المهتمين برضو بالمجال ده ومميزين فيه. فيعني كل الكلام ده بنقدر نقدمه من خلال يعني الممثلين الجمعية في كل الوطن العربي، لأن هي جمعية على مستوى الوطن العربي كله، وممثلة في عضو مجلس إدارتها في واحد من كل دولة عربية بيتم انتخابه في كل دورة لمجلس الإدارة. عظيم. باشمهندس احنا في النسخة 13، عايز اعرف من حضرتك الفايزين في النسخ السابقة فين مشروعاتهم وازاي يتم الاستفادة منها؟ الفايزين في النسخة السابقة، هو الهدف الأساسي من الكلام ده كله إن يتم الولاد، يعني نحفز الولاد إن هم يتعلموا روبوت، ويتعلموا برمجه، ويتعلموا تصميم، ويتعلموا ميكانيكا، ويتعلموا ان هم ازاي يشتغلوا في عمل جماعي، وازاي يعملوا برزنتيشن، وازاي يوصلوا المعلومه، وازاي يعرضوا المعلومه، وازاي يتكلموا مع الحكام. وازاي يدوا حلول ده مبتكره. الهدف. وازاي يدوا حلول مبتكره طبعا، وازاي التفكير الابداعي ده لازم ننميه فيهم. وبعد كده الطلاب دول في منهم كتير على فكره بعد كده اخذوا منح دراسيه في الخارج، واعرف منهم طلاب مشاريع الماجستير بتاعتهم سواء في امريكا او في المانيا. دلوقتي في طالبه يعني خلصت الماجستير بتعمل الدكتوراه بتاعتها دلوقتي في المشروع بتاع اللي هي كسبت فيه قبل كده في البطوله العربيه للروبوت. عظيم. انا بسال حضرتك ليه يا باشمهندس عشان اعرف ايه اللي هيعود علينا في المنطقه العربيه من جراء هذه المسابقه، بيشترك فيها زي ما حضرتك قلت بالالاف وفئات عمريه مختلفه. اللي هيعود علينا في الاساس ان احنا بنخلق جيل او بننمي جيل مميز بيفكر بطريقه مختلفه، بيبقى له حلول ابداعيه في المشاكل الاساسيه اللي في حياتنا اللي بنمر بيها كلنا، بيعرف يفكر بطريقه مختلفه، بيعرف يتعامل مع التكنولوجيا وينتج تكنولوجيا، مش بس بيستهلك التكنولوجيا. لا، هو ممكن بدل ما بيستخدم الموبايل ابلكيشن اللي موجود عليه، لا مزبوط. بيعمل موبايل ابلكيشن، بيعرف يطور التكنولوجيا كمان. فالجيل ده هو اللي هنقدر بيه نغير حاجات كتير في او نحل مشاكل كتير في مجتمعاتنا في الدول العربيه. جيل منتج للتكنولوجيا مش مستهلك. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا المهندس ايمن الاباني نائب رئيس الجمعيه العربيه للروبوت، شكرا جزيلا ليك يا فندم.